حتى جبت لك الطن. تسلم ايدك يا بنتي. بنتك؟ ايوه بنتي، والعيال اللي في المخزن دول كلهم ولادي، بس انتي قاعده هنا ليكي مكان لوحدك، وكنت اتمنى مبسوطه تبقي بنتي بجد. على ايه يا ريس؟ يا بنت المحبه في الروح، وانتي روحك طيبه وجميله، عارفه انتي عندك شويه حاجات كده مش موجوده عند حد اليومين دول. طب ما تقولي لي كده وتفرحيني. ماشي، حنينة وطيبة ووفية وعبيطة وهبلة ومندفعة كمان. عايزة حاجة تانية؟ بالك انتي انا ما بعرفش ازعل منك، حتى خناقة الواد رجب لما خبتيها عليا ما زعلتش منك ابدا. طب ما انا غالية عندك كده بقى، ما تخليني جنبك على طول ارعيكي، وبلاش الشغل ده. هو انت تغلبي في لقمتي؟ اغلب في ايه يا هبلة؟ انا اغلب في لقمتك؟ ده انا لو عايزة البسك من فوقك لتحتك حرير في حرير اقدر. مش بس كده، ما خليش حته في جتتك باينه الا متغرقه دهب وصيغه. طب حسب مساله كده بقى ينوبك ثواب، انا ولا عايزه دهب ولا حرير، انا مش عايزه بهدله الشوارع دي. شغلك في الشارع ومرمطتك علام ليكي. مش عايزه العلام ده. بلاش تستعجلي، كل شيء باوانه ومبسوط. استبري اقطمي اقطمي. استني، قام وزير التربيه والتعليم صباح اليوم باعلان اسماء الطلاب الاوائل الثانويه العامه، واحنا مالنا بالحاجات دي؟ ولا يكون حد في المخزن بيذاكر منزل؟ يكونش رجب الفرخ. اما مجموعه ثانيه تك مصيبه مبسوطه. يا بنت بطلي هبل، قومي شوفي لي رجب فين. هتلاقيها القهوه بتاعته، ما هو يحب يظبط نفسه قبل الشغل. حتى نقرك من نقره ليه؟ اجوزهولك يا بنت؟ اخس، غراب هيتجوز حدايا؟ مردوش ببعضيهم، ده حتى بينهم عداوه. بقى هو غراب برضه؟ يعني انا الحدايه؟ انت قمر يا بنت فاشر، بس لو تستحمي بصابونه فنيك. انت ليه عايزه تلمي المتعوس على خايب الرجا؟ وبعدين مش عايزه اتجوز من اساسه. هعمل لك شاي؟ هعمل لك شاي يا اختي. خلاص ان شاء الله عنك ما اتجوزتي. ما سمعتيش الراديو قال ايه؟ قال ايه يا اختي؟ ثانويه عامه يا بنت، فلوس شغل. اطلعي شوفي لي رجب فين داهيه، وتقولي له التعليمات اللي هقول لك عليها بالظبط. يا ست هانم، الفرح اللي احنا رايحينه ده في امبابه، والشارع اللي احنا ماشيين فيه ده ملوش سكه خالص لامبابه. بقول لك ايه يا عم فوزي، اسمع الكلام، ما انا لازم اشتري فل قبل ما اروح الفرح. قولي لي بقى كده، الفرح اللي فات اشتريت منها فل وكانت ليله فل الفل، صح ولا لا؟ في الزحمه دي عقبال ما نوصل امبابه يكون الفرح شطب. معلش يا عم فوزي، عشان النهارده الخميس وبكره اجازه والناس نازله تفك عن نفسها شويه. عم فوزي، البنت بتاعت الفل اهي، زمر لها زمر لها يا بتاعت الفل يا بتاعت الفل. مساء الجمال عليك يا فل الفل يا مطربة يا نجمة النجوم. بقول لك ايه، الفل اللي معاكي ده كله بكام؟ بخمسة جنيه بس. طب هاتيه كل. كله؟ خدي يا عم فوزي. يكبر بخاطرك يا رب. خدي ادي 10 جنيه، خمسة للفل وخمسة تروقي نفسك بيه اخر روقان. انا بحبك قوي. البت دي وشها حلو عليا قوي يا عم فوزي. الليله اللي فاتت النقطه كانت بالكون، والله ما انا عارفه السر فيها ولا في الفل. يا ست هانم، السر في جيوب الناس، لو مليانه هتتكلم ولو فاضيه هتخرس خالص، انما تقولي لي بنت والفل بتاعها ده مش كلام. عنك انت عدهم لك. انا جميل. انت تعرف انا مين؟ الاول تعرف انا مين؟ هتكون مين يعني؟ انا ابو ارن. ابو ارن؟ ده انت ابو ارنين يالا، اياك مش عارف ان ابو ارن مقبوض عليه. بقول لك ايه، تسمع عن النعجه؟ انا تبعها، وبما انك تعرف ابو ارن يبقى اكيد تعرف رجب الفرخ. طلع يا اللي معاك يلزمني. ليهم والمطوة. مع السلامة يا على لا تعمل كده تاني، عارف لو شفناك في المنطقة دي تخرج منها حبلة.
ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا بت؟ مش جاي لي نوم. طب وقاعده بره ليه؟ الرئيسه نايمه وطافيه التلفزيون، مش لاقي حاجه تسليني. اتاخري شويه. اتاخري يا بت شويه. حاسب هتقعد عليا. مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ دي نعناع. حسها وحش. دي زي القمر. ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقول لك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد ليها فرخ؟ اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقي انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اتغطى عشان برد يعني. ما يحكمش. جرى ايه يا بت؟ انا اللي هيتقال لي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه؟ المخزن قدامك، واديك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك. يا بت ما يصحش كده. ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عندي حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بنت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتمنه بتاعت الخرابات. الله العظيم.